الصفقات الجديدة هتبقى متاحة لجوزيه جوميز انه يستخدمها من مباراة السوبر الافريقي. قول لنا والله بص ازاي يقدر يستخدمهم او يستغلهم، وكمان هيحضرهم خلي بالك في مباراة بكرة ودية مع فريق 2005، جوزيه جوميز عاملها عشان يشوف بالتحديد اللعيبة الجديدة او الصفقات الجديدة. انا شايف طبعا ثقافه الراجل، يعني هو الوحيد الادرى بفرقته كابتن، وهو الوحيد اللي شايف فرقته اذا كان الصفقات الجديده هيقدر يستعين بيها ولا ان كان هيثبت التشكيل في المباراه اللي هي الجايه دي بنفس التشكيل. وجهه نظري، احنا بنجيب اضافات ليه؟ هي اسمها اضافات واسمها صفقات جديده عشان يقدروا يبقى اضافه للمكان او اضافه للنادي. طبعا فانا وجهه نظري ان هو يمكن اتمنى ان شاء الله كده ان هو يفاجئنا ان شاء الله بعنصر او اثنين من الصفقات المميزه اللي جم جداد، بحيث ان هم يبقى في روح جديده. اللاعب اللي جاي برضو يعني محتاجين ان هو جاي بدوافع جديده، جاي على مباراه كبيره زي مباراه السوبر، فبالتالي ما فيش افضل من كده، ما فيش افضل من شهاده ميلاد تتكتب للاعيب في مباراه بطوله، دي مباراه واحده بتبقى فيها بطوله يعني. فاتمنى ان شاء الله ان هو الراجل، انا ما اعرفش دماغه وثقافته وسياسته ماشيه ازاي، ولكن اتمنى عنصر او عنصرين من اللعيبه الجداد اتمنى ان شاء الله يكون لهم مين اللي انت شايفه يا كابتن عبد اللطيف انه ممكن يبقى متواجد؟ انت بتتكلم دلوقتي عن شكل الفريق النهارده، عمر جابر ما بيلعبش في مكانه، عندنا باك ليفت موجود، وعندنا في الصفقات باك ليفت ممكن نشوف مثلا حد من اللاعبين الجدد، محمد حمدي على سبيل المثال ليس الحصر، ممكن نشوفه في حته الباك ليفت في ماتش الاهلي، ممكن نشوف كونراد في الوينج ليفت، ممكن نشوف عمر فرج في خط الهجوم، ممكن نشوف حد انت حاطط عينك عليه لانك بتقول في عنصر او عنصرين ممكن نشوفهم. انا وجهه نظري يا كابتن، في لاعب في مركز هيفرق معانا في مركزين، هيعمل مرونه تكتيكيه في الملعب. بمعنى انا شايف لو محمد حمدي لاعب جيد، لاعب منضبط، لاعب بيهاجم كويس، بيدافع كويس، اعتقد كمان هيلعب على لاعب عمر جابر مش مكانه، وان كان النهارده اجاد، ولكن بالزبط. مش مقياس ان كل مباراه عمر جابر، محتاجين عمر جابر ناحيه اليمين. برافو عليك، ما ده اللي اقصده. انت بتحل مكانين دلوقتي، ومحتاجين شحاته في العمق في نص الملعب. صحيح، تمام. فانت دلوقتي بتعمل مركز بثلاث مراكز، يعني هنبقى عندنا باك ليفت، باك ليفت صريح، هيبقى عمر جابر هيرجع لمكانه، شحاته هيبقى له مكان في المباراة اللي هي الكبيره دي كاساس ديفندر سته كده يعني. فانت يعتبر كسبت يا كابتن ثلاث مراكز في لعيب واحد اللي هو محمد حمدي. انا شايف يمكن نهدى شويه على الباقي، لكن الجزيري لا خلاف عليه، مصطفى شلبي لا خلاف عليه، زيزو لا خلاف عليه، ناصر طبعا لا خلاف، عبد الله السعيد، اعتقد وجهه نظر دول فيها جيده جدا جدا جدا. اللي هيجي بعد كده ممكن يكون اضافه في الشوط الثاني مثلا، او حسب مجريات المباراه، او حسب احتياجات المدير الفني. وان كان محمد حمدي مركزه مهم جدا للمباراه الجايه، وزي ما قلت لك هيحل ثلاث مراكز احنا محتاجينهم الفتره الجايه في المباراه الجايه ان شاء الله. شفت تغييرات مثلا النهارده؟ تغييرات كانت كتيره جدا، الراجل خرج مجموعه من اللعيبه عشان يريحهم، والفاصل الزمني ما بين المباراتين تتكلم في اسبوع، واللعيبه جايه من رحله من كينيا، لعبوا مباراه ذهاب، لعبوا مباراه النهارده. شايف انه مهم جدا حته الاستشفاء، بما ان حضرتك كمان مدير فني، ده مهم جدا تقول لي رايك يعمل ايه في الفتره اللي جايه عشان اللعيبه بدنيا، الجمهور مش مطمن من الحته البدنيه دي. هو بص يا كابتن، مبدئيا نتيجه المباراه الاولى خليته ان هو طبعا يتعامل مع المباراه اللي كانت النهارده كيفما يشاء، ودي ميزه في من ميزات مباراه اليوم. بمعنى يا كابتن، لو كنا محتاجين المكسب وكنا محتاجين، كنا هنعمل مجهود مضاعف، كنا نعمل طبعا مجهود بدني اضافي، واحنا لسه في بدايه موسم، لسه ما وصلناش في فورمه مباريات. فاعتقد الحمد لله يعني المباراه الاولى خلتنا النهارده ما نضغطش، ما نلعبش تحت ضغط بدني. طبعا الضغط النفسي خد بالك اقوى من الضغط البدني. فالنهارده احنا تعاملنا بالمباراه الاولى، والحمد لله لازم نقف عند دي ان هي نتيجه مرونه ساعدتنا وساعدت الراجل النهارده ان هو ما نعملش في كان ما كانش فيه تحولات كثيره النهارده، ما كانش فيه ضغط عالي، ما كانش فيه النهارده مجهود بدني كبير، فخلته حتى في التغييرات في اريحيه. بدل ما كنت تلعب النهارده لعيبه 90 دقيقه كان ممكن يتعور، كان ممكن بدايه موسم حد يجي له شد مثلا وده طبيعي، حد يجي له كرامب، ما حصلش ده كله نظرا للمباراه الاولى اللي هي ريحتنا يعني. فانا شايف النهارده ان هو لا تغييرات، انا متفق معاه تماما النهارده، راحه اللعيبه طبعا متفق معاه النهارده، حضرتك انت داخل على مباراه سوبر، مباراه على بطوله مش مباراه، فبالتالي محتاج كل المخزون البدني اللي المفترض انك هتطلعه في المباراه. فانا شايف النهارده الحمد لله ان المباراه ونتيجه الذهاب ساعدتنا كتير جدا ان هو يقدر النهارده ما يبقاش في ضغوط عليه ولا يبقى في ارهاق بدني، وده المطلوب في بدايه الموسم. اتكلم كمان عن النهارده، شفنا في نهايه المباراه كده في اخر 10 15 دقيقه لعيبه الفريق الكيني
كانوا بيخشوا تدخلات عنيفه جدا، جمهورنا الزمالك واحنا منهم، كنا حاطين ايدينا على قلبنا لا يحصل اي احتكاك لا قدر الله، كان يبعد حد من اللاعيبه، واكتر من لاعب وقع، دونجا وقع مره، شحاته وقع مرتين، فكان في تدخلات عنيفه، فربنا يسترها. لا بتفرق جدا القصه دي، وحظنا بيبقى وحش ساعات يعني. لا اكيد، والنهارده انا لسه مطمن على دونجا يعني، انا ما بكلم حد كده فقال الحمد لله دي كدمه بسيطه وان شاء الله هو جاهز للمشاركه طبعا، ولكن ما دي من مميزات برضو ان النتيجه يعني، تحرك لو في كان في نديه في المباراه كنت هتبقى الاشتراكات والثنائيات والالتحامات فيها مشاكل، فعشان كده الحمد لله احنا طلعنا اهم شيء النهارده بدون اصابات الحمد لله. مش عايزين برضو الجمهور يبقى يقصوا على اللعيبه اكتر من اللازم، احنا النهارده ناخد الاجابات يا كابتن احمد ان احنا الحمد لله بدون اصابات كسبنا رايح جاي، ودي برضو حاجه مميزه جدا. الشيء الاهم ان احنا يعني طلعنا واحنا الحمد لله جاهزين للمباراه الجايه، الحمد لله ما فيش اي مشاكل ما فيش اي ازمات، نتمنى بقى ان الفريق يفعل على نفسه، وده طبعا دور الجهاز طبعا الفني والاداري والطبي، وهيقدر ان شاء الله خلال اسبوع ان هو يقفل على الفريق بشكل كويس جدا، ان شاء الله نشوف سلبيات واجابات النادي الاهلي الفتره الاخيره، ان شاء الله النادي الزمالك قادر باذن الله عند دول ان هو يقدر ان شاء الله يسعد الجمهور الكبير ده كله والمنظومه المحترمه دي كلها، وان شاء الله يرجع ببطوله صوبة باذن الله. انت شايف ازاي الماتش ده يعني، برضو قراءتك الفنيه لافكار كولر؟ كولر مدرب ذكي جدا، ولكن جوزيه جوميز في اخر المباريات قدر يفوز عليه في مباراه الدوري، فشايف ازاي الراجل ده، وبرضه هتلاقي الاهلي عنده تدعيمات كتير، ازاي يتعامل جوزيه جوميز مع فكر كولر؟ بص يا كابتن، هو كولر عنده اسلوبين بيلعب بيهم. احنا المباراه في السوبر الموسم اللي فات كنا الافضل وكنا الاخطر لو حضرتك تتذكر، والشوط الاول كان واتساب جايين لينا نظرا لان كولر كان بيقابل من بعض نص الملعب، وكنا نقدر نجيب هدف وهدفين، ولكن الشوط الثاني طبعا بدا يغير الاسلوب تماما، بدا يعمل ضغط عالي من قدام، فهو طبعا هو راجل ما عندوش اسلوب ثابت، اوقات بيقابل من بعد نص الملعب وعشان يخلق المساحات في ظهر المدافعين ويلعب على التحولات ويلعب على السرعات، واوقات كتيره جدا بيلاقيها عامل ضغط عالي من قدام، احنا يعني لازم نتعامل مع الموقفين، هو ما مش هيعمل غير كده، لا هيقابل من قدام بضغط عالي، لا هيقابل من بعد نص الملعب عشان يلعب في المساحات اللي في ظهر المدافعين. انا شايف ان هو يعني جوميز والجهاز لابد ان هو طبعا يعي النقط ديت، يعني هو الخمس ست ايام دول يلعب بالاسلوبين دول، هو لو الكولر مثلا قبل بعد نص الملعب فيجب ان انا لو حد من الباكات طاير مثلا يبقى الديفندر مثلا يغطيه، يبقى المساك ناحيه الشمال يغطيه، اذا كان مثلا محمد حمدي هيلعب تزايد فبنلاقي مثلا نونجا ناحيه الشمال مغطي محمد حمدي، بنلاقي مثلا المساك اللي هو ناحيه الشمال بيغطيه، وهكذا ناحيه اليمين اذا لقينا مثلا عمر جبل طاير فبنلاقي برضه شحاته اذا لعب بيغطيه، وهكذا كابتن اذا الكولر قابل بعد نص الملعب. تمام، خلي بالك كولر عمل كده في المباراه الاولى اللي هو لعب، أيوة. في مباراه الكاس ومباراه الدوري، مباراه الكاس هو فضل يعني متزن، مظبوط. بيلعب بشكل متوازن وخطفك، مظبوط. في اخر 10 دقائق والاستحواذ كان ليك، المباراه اللي بعدها كنا موفقين وجبنا احنا الجول الاول، فهو اشتغل على ان هو يعوض الهدف، فاسلوبه اختلف. ما انا قلت لحضرتك هو عنده الاسلوبين دول، احنا لابد ان احنا يعي هذا الاسلوبين دول، بمعنى انا جاهز اطبق الاسلوب اللي بيلعب بيه في حاله اللي هو بيلعب من قبل بيلعب نص الملعب، واحاول واوقف واعيد ده شغل المدرب، ولازم احافظ اللعيبه اذا كان النادي الاهلي هيقابل من بعد نص الملعب او اذا كان هيعمل ضغط عالي. فالاسلوبين دول وجهه نظر ان شاء الله لازمك على قدر من الكفاءه وقدر من الوعي ان هو يقدر يطبق الاسلوبين بشكل كويس. احنا طب هل هو يدينا الاستحواذ؟ طب لما يدينا الاستحواذ نحاول ان احنا نخطف او نجيب مثلا يعني، ما جبناش يبقى انا برضه ما افتحش ويلعب على التحولات وعلى المساحات في ظهري ويقدر يخلص زي ما هو عمل المباراه السابقه اللي حضرتك اشرت فيها دلوقتي. كابتن عبد اللطيف شرفتنا ونورتنا، وسعيد جدا بسماع صوت حضرتك. حبيبي اشوفك على خير يا كابتن ان شاء الله. شرفنا ونورنا النجم الكبير كابتن عبد اللطيف الدوماني، يا رب نتمنى ان شاء الله توفيق لنادي الزمالك ان شاء الله في مباراه قادمه، مباراه السوبر، وتبقى مباراه سوبر على نادي الزمالك كده ان شاء الله.